اهلا بحضراتكم مشاهدينا لفقره الصحافه، واللي بيشرفنا فيها النهارده الكاتبه الصحفيه الاستاذه فريده الشباشي. صباح الخير استاذه فريده، ومنورانا في هذا الصباح. شكرا، انتوا اللي منورين. صباح الكل عليكم وعلى كل الساده المشاهدين. صباح الجميل. هنبدا نقاشنا مع حضرتك طبعا، ولكن ننتقل سريعا لاستعراض ابرز عناوين الصحف ونرجع مره ثانيه نبدا حديثنا. نبتدي من الأخبار، وعنوان بيقول: الرئيس السيسي وأنوار يبحثان هاتفيا جهود وقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات إلى غزة. ومن اليوم السابع مصر وماليزيا تشددان على خطورة أي تحركات عسكرية في غزة. أستاذة فريدة، تابعتي إزاي مباحثات الرئيس السيسي المستمرة، وبتتابعي كل هذه الجهود والتأكيد على ضرورة وقف الحرب في غزة وإنفاذ دخول المساعدة؟ نعم، وخصوصا أن الرئيس السيسي وحتى الشعب الفلسطيني الغزة يعني بيواجه النهاردة وضع لم يسبق له مثيل في تاريخ الإنسانية. يعني دولة عمالة تعيش قتل وتشريد ووحشية وجرائم بشعة ضد الإنسانية، ودولة كبرى بتزعم إن هي يعني محور العالم كله وإن كل حاجة لازم تتم بأمرها بتساعد. ده النهاردة بلينكن يعني لسه شايفة الصبح حد هو بيقول بقى إن إحنا بنعمل علشان
اطلاق سراح الاسرائيليين المحتجزين في غزه، هل معقوله؟ وفي ناس يقول لك ازدواجيه المعايير، لا مش ازدواجيه، هو معيار واحد هم فقط واحنا ولا حاجه واي حد غيرهم ولا حاجه. وانا عايزه بس انبه لنقطه مهمه، يعني هو هتلر لما ارتكب المذابح الوحشيه بتاعته دي مش برضو العالم كان بيتفرج الى حد ما؟ طب العالم لما يتفرج بقى بيبقى دايما النهايه كارثيه. فالنهارده الرئيس السيسي بيحاول بكل قدرته على الاقناع وعلى والايمانه بعداله القضيه انه ينقل الموقف المصري ده لكل من يلتقي بهم من القاده الكبار، وده اللي خلى النهارده في دول كتير جدا ضد الموقف الامريكي وضد الموقف الاسرائيلي. خدوا بالكم، يعني انا اترفدت من شغلي علشان رفضت اقابل شيمون بيريز على اساس انه ده كده عداء للساميه، لازم المجرمين دول يقتلونا ونقول لهم برافو احنا متشكرين جدا. لا، دلوقتي احنا لاول مره يمكن من فتره من ساعه ما زرعوا اسرائيل في منطقتنا لاول مره، وده بسبب انا مصممه ان انا اذكر الجميع ان لولا الموقف المصري العظيم بتاع رئيسنا اللي قال ممنوع التهجير القسري اللي خلى القضيه بقت في الصداره، يعني كل الوقت بيناقش فيها انه كل ما يمكن انه مساعدات عشان الصمود يستمر، فتح للوضع اللي ملوش مثيل، ده ملوش مثيل، يعني دوله عماله، ده نتنياهو بيتكلم كانه زعيم العالم، لا لن اقبل بدوله فلسطينيه، انت مين عشان تقبل؟ ده احنا كويس ان احنا قبلناك يعني ودلوقتي رافضينك كمان، يعني تقبل ايه؟ يعني ناس دي بلدهم ودي ارضهم وانت جاي تقول لي اقبل وما اقبلش انت مين؟ انت مين؟ لا، في حاجات دلوقتي فيها مراجعات كتير جدا، و يعني مش عايزه، يعني ده مش تعصب مني على فكره، انتوا عارفين انا عروبيه وناصريه، بس موقف الرئيس السيسي وموقف مصر يعني من اروع ما يمكن، وادى الى ان الكل دلوقتي بدا يفهم بعمق القضيه، لانه في ناس كتير بعيده عنها، يعني احنا القريبين قوي، ولذلك تشوفوا حتى دلوقتي هم محاصريننا، يعني الوضع في فلسطين والوضع في البحر الاحمر يعني والسودان، يعني في كده انا شم ريحه المؤامره العفنه، بس ان شاء الله هننتصر. ومن اكثر الاشارات الرائعه الراجل رفاعه اسمه ولا رافع حاجه كده، ربيع ولا حاجه، بتاع البرتقال بقى البرتقال اللي هو حدف ده بيوري ايه هي مصر يعني. أيوة. وبيوري ان السيسي بيعبر عن دول عننا اللي كده، يعني ان شاء الله. فهو كانت رسالته واضحه وبسيطه ومن القلب، والحقيقه انها سمعت وعادله، فعشان كده لما بيتكلم مع، وحتى لما يكون الرئيس الماليزي احنا عندنا علاقات بيه، لكن لما الرئيس السيسي دلوقتي بيكتل كل الجهود ضد المذبحة